ان هذا المشروع ما فراسيش، ان كان في رأسه فهذا خطأ كبير، وان كان لم يكن في رأسه فتلك مصيبتين. مصيبتين، انت الدولة اعطتك كل شيء، اعطتك سيارة الكاتكات لا ان تتجول بها وان تقضي بها مصالحك الخاصة دون ان تأتي لهؤلاء المقهورين. هذا الدوار ديال ولاد السب الغيت المظلوم، ونحن نعرف ولاد السب الغيت، نعرف تاريخهم القديم والجديد، فقد كانوا يصطاعون بالحق، وكان في تاريخ قديم في الستينات والسبعينات كان شيخ ضرير يتجول في المملكة ويقول لك الخالص خلص. ألا تريدون بأن هذا الدوار كان فيه شيخ ضرير وكان يسطع بالحق ويقول لك الخالص يخلص؟ عار يا رئيس، لماذا التزمت الصمت الرهيب؟ واخرج وقل لنا، واخرج وقل لنا، هل رخصت لهذا المشروع ام لا؟ عار كل عار ان تبقى في مكتبك مغلق عليك، تخرج الى من هو منتخبوك، فهؤلاء المواطنون هم الذين اعطوا صوتهم اليك. ها هي جمعيات المجتمع المدني كلهم مع الجماهير، ها هم مستشارون جماعيون كلهم مع جماهير ولاد السب الغيط، ينددون بهذا المشروع الذي يجب ان يحيد من تما، ولا احنا غادي نبقاو حتى يحيد.